هل ممكن يكون له دور بكره؟ انا واحد من الناس اللي مبسوط ان المشكله اتلمت. اتلمت بسرعه، وبحيي طبعا الكابتن رمضان برضو. افتقدنا الحياه اللي هي الكبيره الجميله، اللي انت قرار صارم حاجات كان يعني ده صحيح. مهمه جدا. اوضه لبس في النادي الاهلي معروف عنها دايما الالتزام، نعم لكن هي بتزيد التزام نعم جوه اوضه لبس برضو. يقول لسه بيتكلم على اختلاف الاجيال. لكن كهربا يمكن انا قابلته من يومين. قابلته قال لك ايه بقى؟ لا الحمد لله الامور تمام، وهو هادي يعني. هو حسيت ان هو متقبل جدا اللي خلي حصل. بالك، هو مقتنع انه يستاهل. ودي انا حسيتها فعلا هو من كلامه. مقتنع انه الحمد لله يستاهل، الامور تمام. والحقيقه كمان هو طلع بمكسب، انه اللعيبه كلها تعاطفت تعاطفت معاه وحاولت بكل الطرق، هو هو والمكسب الاكبر انه كابتن هو رمضان صمم على مظبوط. العقوبه، وبالتالي عرف انه لا مش هينفع، ماشي. لكن حس بمدى حب اللعيبه بس ليه طبعا ومدى احترام كابتن محمد رمضان. الموضوع خلص على اكيد طول. طبعا. ولما الموضوع كده يتلم بهدوء ايوه برضه هتضيف برضه نعم، قوة اكتر وترابط اكتر حتى كولر حط ما بين امبارح اللعيبة. الصوره هو وراه كهربا، يعني فصوره مقصوده يعني، ف كان ذكاء من راجل يعني اكيد وجود كهربا برضو مهم. مهم. انا الموقف نفسه كان مزعلني، ان انت كهربا لعيب مهم في الفرقه، وكمان من اللعيبه الكبيره اللي المفروض انت الجمهور بيحبه. ومن اكتر يا كابتن الناس الداعمين جوه اوضه اللبس. ده صحيح. فالمشاكل الصغيره دي ما ينفعش تخرج منك انت. ثانيا انت المفروض من اللعيبه الكبيره اللي تستحمل الضغط ده، ضغط اللعب وعدم اللعب. انا بدات انا ما بداتش، اتحط لعيب مكاني، لان انت خلاص وصلت لسن لكن لما يسمح كلمته كان بالكلام. قانع يعني، جدا مقتنع جدا جدا. وان شاء الله بتمنى له التوفيق لو شارك باذن الله بكره ويفرحنا زي ما كان يا رب فرحنا دايما. دايما.